قناة شوف تيفي ولي أمن مدينة الدار البيضاء حاضر بعين دياب، أحد أشهر الأماكن المعروفة. متابعي قناة شوف تيفي، متابعي قناة شوف تيفي ولي أمن مدينة الدار البيضاء حاضر هنا في شهر الأماكن المعروفة بالاحتفالات ليلة رخص السنة. كيف تتابعوا معنا حاضر لتفقد الاحتفالات، كيف تتابعوا معنا متابعي قناة شوف تيفي ولي أمن مدينة الدار البيضاء حاضر إذا متابعي قناة شوف تيفي، كيف تتابعوا ولي أمن مدينة الدار البيضاء حاضر بمنطقة عين دياب أحد أشهر المناطق المعروفة بالعاصمة للاحتفالات. كيف تتابعوا معنا ذلك وصافي، هاك شت لايف صحيح شرط كده من الموتور. الوقوف على البروتوكول الامني، الله يدير شي تاويل الخير، نتمنوا على ان هذا السنه يدوز بخير وخير بدون اي مشاكل. تواجد قوي هنا في المنطقه ديال عين دياب، كذلك حضور السيد نائب والي امن مدينه الدار البيضاء. مثلا هنا غادي نوصل على كتابعوا معنا حاضر معنا ولي أمن مدينة الدار البيضاء أيضا الحريف نائب أمن مدينة الدار البيضاء اللي حاضر معنا باش يدعو على أمن وسلامة المواطن اللي ساكن هنا في العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء. بالضبط حنا متواجدين في عين دياب، عين دياب أحد بالاحتفالات ليلة رأس السنة. إذا متابعي قناة شوف تيفي، خلاف نائب ولي أمن مدينة الدار البيضاء أيضا هو الآخر حاضر هنا بمنطقة عين دياب، أيضا ولي أمن مدينة الدار البيضاء كان حاضر بعد قليل يفتبعتوا معنا في هذه للسهر على سلامة مواطن العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء. كيف كتشوفوا معنا أجواء ليلة رأس السنة، أجواء الاحتفالية لليلة رأس السنة. كيف تتابعوا قناة شوف تيفي؟ إذا متابعي قناة شوف تيفي تابعتوا معنا هذا البث المباشر من العاصمة الاقتصادية بالضبط عين دياب اللي كان حاضر فيها ولي أمن مدينة الدار البيضاء أيضا النائب ديالو اللي جاو حضروا هنا في عين دياب للتفقد هنا في منطقة عين دياب أحد أشهر الأماكن المعروفة باحتفالات ليلة رأس السنة. إذا متابعي قناة شوف تيفي شكرا لتتبعكم، وصلنا لنهاية ديالو إلى